200 مسلح من تنظيم داعش أعلنت قوات البشمركة أنهم قتلوا في المعارك الساعات الماضية في الموصل، من بينهم أبو أنس السامرائي القائد العسكري الجديد لداعش في الأنبار الذي قتل بقصف لقوات التحالف. هذه المعارك أفضت بحسب مستشار مجلس أمن كردستان مسرور بارزاني إلى سيطرة البشمركة على المرتفعات الغربية للموصل، ما يمنح القوات الكردية تقدما استراتيجيا على مقاتلي التنظيم في الموصل. يا الله دير بالكم. وفي موازاة هذه المعارك تشهد الأنبار معارك شرسة بين عشائر الجغايفة بدعم طيران التحالف ضد مقاتلي داعش، وتحدثت مصادر عن تقدم كبير للعشائر وسط ضربات جوية استهدفت أرتالة ومواقع داعش وشاحنة مفخخة. هذا التقدم تسارعت وتيرته في الأيام الماضية مع تراجع داعش أمام الضربات الجوية لقوات التحالف. نعتقد أن الغارات الجوية الأمريكية ضد داعش مدمرة، فحتى الآن الغارات قتلت 6000 عنصر من داعش في سوريا والعراق، نصفهم من قادة التنظيم، وبات مقاتلو داعش في طور الدفاع وليس الهجوم. تحول داعش في العراق من الهجوم إلى الدفاع أكده كذلك مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدث عن نقل مقاتلي داعش لمعدات وأسلحة ثقيلة من 3 معامل لتكرير النفط من الموصل إلى سوريا. المسؤول قال إن هذه الخطوة سببها إدراك داعش بأنه سيخسر قريبا هذه المناطق إذا استمرت العمليات العسكرية التي تنفذها البشمركة مدعومة بطيران التحالف بالوتيرة نفسها.